على عكس معظم الدورات السابقة التي كان يشكو فيها طلبة الفرع العلمي من صعوبة امتحان مادة الفيزياء ووقت الامتحان القليل، ساد ارتياح عام أجواء امتحان اليوم لدى الطلبة الذين تقدموا لمادة الفيزياء ووصفوا أسئلة الامتحان بالسهلة والوقت الكافي والأجواء المريحة داخل قاعات الامتحان. الامتحان كان منيح والوقت كان كمان منيح، متوسط الامتحان مبدئيا كان كويس، كان في أسئلة يعني بدها شوية تركيز وطويلة، الامتحان كان طويل كتير. الامتحان طبعا كان هو متوسط، طبعا براعي جميع الفروقات، طبعا منلاحظ لأول مرة إنه الفيزياء بيعطينا هيك تريتم حلو كتير، إنه سهل على غير العادة، وإن شاء الله موفق. نحو 25 مشترك ومشتركة تقدموا لامتحان الثانوية العامة اليوم في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية للامتحان في الجلستين. صراحة الامتحان يعني كان بمستوى الكتاب من ضمن المنهج، كتير كان مستوى أحسن من الفصل اللي أنا قدمته تقريبا. مدة الامتحان تقريبا يعني منيحة للأسئلة، توزيع العلامات كان كتير منيح، يعني كانت مريحة من ضمن الأسلوب. منيحة بس الأسئلة يعني مش كتير. كيف كانت مدة الامتحان؟ لا المدة المنيحة بس الأسئلة مش كتير، يعني في أسئلة صعبة وأسئلة هيك وهيك، بس توزيع العلامات منيح. هالامتحان سهل صراحة، مش زي السنوات السابقة صعب، بس ضعي دائرة في شوية صعوبة، يعني مش مباشر ضعي دائرة أبدا، في صعوبة أكثر من الحل، بس إجمال الامتحان الحمد لله تمام منيح يعني. لا تمام منيح المدة. وبعد أن قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان يوم الخميس الماضي إلى الأحد نتيجة الظروف الجوية، سيختتم الطلبة غير النظاميين امتحاناتهم الأحد. حمزة نايف، لمعاني، الحقيقة الدولية.